تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، فشملت برعايتها الكريمة أعمال الملتقى العلمي المرأة البحرينية وعلوم المستقبل، والذي نظمه المجلس في مقر كلية البحرين للتقنية بوليتكنيك البحرين كأحد الأنشطة الرئيسة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل. أكدت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى بأن واقع تقدم المرأة البحرينية يثبت بشكل قاطع بأنها تمتلك العلم والمعرفة والكفاءة والخبرة التي تؤهلها لقيادة عمليات التحول الرقمي لبناء اقتصاد معرفي متنوع وقوي يأخذ بالبحرين إلى مستويات عالية من التنافسية في مجالات الابتكار والإبداع العلمي، وهو ما توضحه مؤشرات وإحصائيات وشواهد مشاركاتها ومساهماتها في مجالات التعليم العالي. أشارت سموها في هذا السياق بأن في سياق خاص أدت به إلى بمناسبة افتتاح أعمال الملتقى العلمي بأن المجلس الأعلى للمرأة تفعيلا لاختصاصاته يجدد نفسه ملتزما بمساندة التوجيهات الملكية السامية، والتي جاءت بشكل صريح في افتتاح أعمال الدور الثاني من أعمال الفصل الحالي للسلطة التشريعية بضرورة وضع الخطط الكفيلة التي ترفع من مستويات استعدادنا للتطورات التكنولوجية المتسارعة بهدف مواكبتها وأخذ المناسب منها لتنمية مهارات كوادرنا الوطنية وتجهيزهم بمهنية واحترافية للاندماج في سوق العمل باحتياجاتها المتجددة. وشددت صاحبة السمو الملكي في هذا الشأن على حرص المجلس الأعلى للمرأة على وضع السياسات والبرامج الكفيلة لمتابعة وضمان التوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل، حيث تأتي مبادرة المجلس في هذا الإطار بعد دراسات مستفيضة ومنذ حوالي أكثر من عام لتكون بمثابة المرجع الموحد وبرؤية مستقبلية تتابع وتقيس أداء ومساهمة المرأة في هذا المجال الواعد. أشادت سموها بهذا الصدد بالنتائج المتميزة للمشاريع المشاركة في مسابقة الهاكاثون العالمي للعلم للمرأة البحرينية، معربة عن إعجابها البالغ بالمستوى النوعي لتلك المشاريع التي تبشر بمستقبل واعد للمرأة البحرينية في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، شاكرة في هذه المناسبة الجهود الواضحة التي تبذلها بوليتكنيك البحرين في تشجيع الكفاءات النسائية العاملة لديها ضمن الكوادر الأكاديمية والإدارية، ولما تمتاز به برامجها التعليمية من مرونة وسرعة في استيعاب التوجهات المستجدة في سوق العمل، وهو ما ينعكس على القدرة الكبيرة لخريجات الكلية من إيجاد الفرص العملية المناسبة. بعد ذلك تفضلت سموها بتكريم المشاريع الفائزة في أول هاكاثون علمي للمرأة البحرينية الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين ومسرعة الأعمال برينيك باتيلكو تحت شعار تنافس وابتكار بهدف اكتشاف المواهب والقدرات للمرأة البحرينية وتمكينها من الاحتراف في المجالات التقنية والذكية بدعم من شركة باتيلكو. وقد تفضلت سموها بتكريم الفرق الفائزة من أصل 12 فريقا، حيث فاز بالمركز الأول فريق بيئتنا عن تطبيق لمراقبة مسببات التسرب النفطي، وفاز بالمركز الثاني فريق عوني عن تطبيق لإعادة التدوير وإدارة النفايات والتبرعات، وفاز بالمركز الثالث فهو فريق ريفراف صاحب تطبيق لتوليد الكهرباء باستخدام الأغذية. في ختام زيارتها الكريمة لمقر كلية بوليتكنيك البحرين، تفضلت صاحبة السمو بري شجرة في حديقة الكلية تسجيلا لهذه المناسبة وكتذكار دائم لما تولي سموها من اهتمام لافت لتطوير البيئة الزراعية في المملكة عبر مبادراتها المتعددة والتي تشرف عليها وتتابع مساهماتها في تكثيف المساحات الخضراء ومساندة مساعي البحرين في تحقيق الأمن الغذائي.
نظرا للتحولات المتسارعة التي بات يشهدها العالم جراء اعتماده بشكل غير مسبوق على المعرفة والذكاء والإبداع، حيث أصبحت الحاجة ملحة اليوم في مواكبة هذه التحولات والعمل في وضع استراتيجيات ومبادرات في إطارها. لذلك استطاع المجلس الأعلى للمرأة أن يجيب عن سؤال يتعلق بموقع المرأة البحرينية في خضم كل ذلك. وللإجابة على هذا السؤال أود الرجوع بالزمن للسنة الماضية عندما اعتمد المجلس الأعلى للمرأة في أحد اجتماعاته برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، اعتمد توجه وضع مبادرة وطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل، حيث باشرت الأمانة العامة إجراءات وضع هيكليتها بالتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات المعنية في قطاعات الدولة، سواء كانت رسمية، مؤسسات قطاع خاص، مؤسسات مجتمع مدني متخصصة في المجال. إن أهداف المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل جاءت متسقة مع توجهات رؤية البحرين 2030 في رفع الحاجة للمنافسة، والتي تتطلب الابتكار والانتقال لوظائف أفضل. إن هدف المبادرة الأساسي هو تعزيز مشاركة المرأة في مجال علوم المستقبل ورفع إسهاماتها في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الداعمة لعلوم المستقبل، الاستثمار في البحوث كأداة مثلى لدوران عجلة الابتكار، الاستمرار في تطوير قدرات الجيل القادم في مجالات الابتكار والإبداع، واستدامة تقدم المرأة البحرينية في المجال وتقلدها للمناصب النوعية والقيادية. 6 محاور تعمل المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل من خلالها، وهي التشريعات والسياسات والتعليم والمهارات والبحث العلمي وإدارة المعرفة والاستشارات والخدمات، وجميعها كانت وراء نجاح المرأة البحرينية في خوض غمار هذه المنافسة في مجال علوم المستقبل. 60% من خريجينا من النساء، و 85% من مجموع خريجينا تم توظيفهم في سوق العمل من 6 شهور من تاريخ تخرجهم إلى سنة من تاريخ تخرجهم، ما يعني أن سوق العمل وجد أن الدراسة والمهارات لدى طلابنا ولدى خريجينا مرغوبة. المجلس الأعلى للمرأة يحاول أن يجد فرص أكثر للمرأة البحرينية بحيث تثبت نفسها في هذه المجالات وفي هذه العلوم، ومن ثم إيجاد فرص عمل للتوازن ما بين الجنسين في أغلب القطاعات الحكومية والخاصة. فوز 3 أفرقة من 12 يعتبر إنجاز ودليل على تقدم المرأة في مجال العلم وعلوم المستقبل. المرأة دورها في العلم وتعزيز دورها يكون على عاتق المرأة نفسها أولا، وعلى المؤسسات التعليمية والمؤسسات البحثية، وأيضا لا ننسى دور مجلس الأعلى للمرأة الدائم في دعم المرأة، سواء كان هذا الدعم عن طريق مشاركتها وإبراز مواهبها. أعتقد المرأة البحرينية لها دور كبير في المستقبل في نهوض الدولة في مجال التقدم والتكنولوجيا. أنا جدا سعيدة أني شاركت في هذا المسابقة الأول من نوعها للمرأة البحرينية. المسابقة أضافت للكثير حقيقة، استفدت من المسابقة روح التنافس والابتكار، وأن المرأة البحرينية قادرة أن هي تصنع تدش في عالم التكنولوجيا وتصنع الأكثر من ذلك. جميع المؤشرات الرقمية تؤشر إلى ارتفاع التحاق الطالبات في مجالات علوم المستقبل بنسبة 90% وارتفاع دخل المرأة إلى 83% وانخفاض نسبة البحث عن العمل للمرأة بحوالي 83%. جميع هذه الأرقام تعكس التحسن في المؤشرات على الأداء التنافسي لمملكة البحرين في عدد من التقارير الدولية التي تقيس تنافسية الدول في مجال الابتكار ومجال تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة في المشاركة الاقتصادية.